بشر جلالة الملك عبد الله الثاني الشعب الأردني بأن القادمة أفضل وأن أيام العصر السابقة قد ولت. وقال جلالته بمناسبة عيد استقلال الأردن 74: في هذه الأيام المباركة من عيد الفطر السعيد تحل علينا ذكرى استقلال مملكتنا الحبيبة، ونحن نعيش ظرفا استثنائيا استدعى أن نغير شكل احتفالنا المعتاد، حيث أظهرت معركتنا مع كورونا كفاءة الدولة ومتانة مؤسساتها، وقد من الله علينا بوضوح الرؤية وحكمة القرار عندما اتخذنا إجراءات استباقية لمواجهة الوباء. في هذه الأيام المباركة من عيد الفطر السعيد تحل علينا ذكرى استقلال مملكتنا الحبيبة، ونحن نعيش ظرفا استثنائيا استدعى أن نغير شكل احتفالنا المعتاد. واليوم أتحدث إليكم وكأنني أرى وجوهكم المشرقة، يا وجوه الخير تقولون نحن هنا حاضرون بالروح والإيمان والفرح، حاضرون بالروح الأردني الواثق بالله ووطنه وقدرته، حاضرون بالإيمان المطلق أن القادم أفضل وأن بعد العسر يسرى، حاضرون بفرحكم في عيد الوطن، فالاستقلال هو أنتم والسابقون من الآباء والأجداد في بناء الدولة ونشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حماة الوطن والاستقلال. هذه الدولة التي أصبحت مسيرتها قصة نجاح لا تزال تدهش الآخرين رغم كل ما أحاط بها من ظروف إقليمية استثنائية أو اقتصادية صعبة أو قلة في الموارد، وتجاوزت بكل الإصرار أصعب الاختبارات. ولم تكن معركتنا مع كورونا إلا أحد هذه الاختبارات الصعبة التي أظهرت كفاءة الدولة ومتانة مؤسساتها وقوة جيشها وأجهزتها الأمنية. نعم، لقد تباعدنا اجتماعيا، لكننا تقاربنا بقلوبنا وأهدافنا لكي ننجح، وقد من الله علينا بوضوح الرؤية وحكمة القرار عندما اتخذنا إجراءات استباقية لمواجهة هذا الوباء الذي أخاف الجميع على أقرب الناس إليهم، أبنائهم وآبائهم. ولابد من أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم، وما عهدنا بالأردن إلا الوفاء والانتماء لهذا الوطن الذي ننعم فيه بالأمن والاستقرار، لنجعل هذه الأزمة واحدة من المحطات الكبرى التي تجاوزناها وحولنا أخطارها إلى عناصر قوة ومنع. وفي ظل احتفاء الشعب الأردني بعيد استقلاله 74، وفي حوار مباشر مع برنامج صباحكم نور الذي تعده فضائية نورسات، أكد معالي السيد أمجد العضايلة الناطق باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام أننا في الأردن نجسد حقيقة العيش المشترك بين كافة أبناء الشعب الأردني الواحد، مسلمين ومسيحيين، والذي يجمعهم التراث والتاريخ الواحد والمصير المشترك في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، حيث جاء في الحوار: بداية الله يعطيكم العافية في محطة نورسات، وكل عام وأنتم بخير. يعني هذا البرنامج اللي تعدونه اليوم هو يؤكد ويجسد هذا العيش المشترك بين مختلف
أبناء الشعب الأردني، ويؤكد على تعددية المجتمع الأردني وعلى احترام ثقافتنا المشتركة. يعني إحنا كمسلمين ومسيحيين همنا واحد وتراثنا واحد وتاريخنا واحد ومستقبلنا ومصيرنا واحد. ولذلك عندما نحتفي بعيد الفطر وعيد الفصح وكل أعيادنا المجيدة نحتفي بمجتمع متماسك، مجتمع مترابط، مجتمع متكافل، مجتمع متضامن، يظللنا قيادة هاشمية حكيمة جعلت من الأردن موقعا متميزا وفريدا ودولة تقدر وتحترم من كافة أنحاء العالم. بمناسبة عيد الاستقلال اليوم نحيي شعبنا ونحيي قيادتنا الهاشمية بهذه المناسبة العزيزة، 74 عاما من الكفاح ومن النضال ومن التميز ومن الجهود المشتركة ليبقى الأردن نموذجا في العطاء وفي التميز وفي التقدم وفي الرخاء. رأينا خلال الثلاثة أشهر الماضية كيف قدم الأردن فعلا نموذجا حقيقيا في التعاطي والتعامل مع جائحة كورونا، جائحة عالمية، وكل دولة كان لها طريقتها الخاصة ونهجها الخاص في التعامل والتعاطي مع هذه الجائحة، لكن الأردن كان له طريقته الفريدة حتى غدت نموذجا يقدر من مختلف أنحاء العالم. هذه مثال بسيط يعني ليس، لكن هناك أمثلة عديدة. وكان الأردن يواجه تحديات كثيرة وواجهنا صعاب كثيرة، وبحمد الله وبقيادتنا الهاشمية وبقدرة شعبنا العظيم على العطاء والإنجاز خرجنا دائما من كل هذه التحديات أكثر قوة وصلابة، وولدنا من هذه التحديات فرصا للأفضل ليبقى الأردن دائما مرفوع الهامة ومرفوع الراية. كل عام وأنتم بخير، وأشكركم على هذا البرنامج وأحيي قناتكم، وإن شاء الله إلى مزيد من العطاء. لأن الفخر معاليك، ولنا كمان كلمة نقولها في حقك مع أنك أنت مش طالب الشكر لأنه ممكن بتعد هذا الشيء واجب، لكن نحن من حقنا كمان نحن كمستمعين ومشاهدين، وخلال فترة جائحة كورونا يعني كانت إطلالتكم دائما وعطائكم المعلومات بكل الشفافية والمحبة بهالنبرة اللي كانت رائعة جدا، إنها بتنقل الاطمأنينة وتنقل السلام والمحبة خدمة الوطن. فكانت من نبرة صوتكم وانتم بتعطوا التقارير اليومية عن الجائحة والناس خايفة وبيوتها قاعدة، لكن انتم في المعلومات اللي كنتوا تقدموها وفي هالتعليمات اللي كنتوا تعطوها كنا نحس كأنكم الأب عم تحكوا مع أبنائكم وتعطوهم الطمأنينة والسلام، فيعطيكم العافية انتم كمان. الله يعني يعافيك فهاي وبارك المدة. الله بك، يعني هذا واجبنا ومهمتنا أن نكون بكل أو نقوم بكل صراحة وشفافية بالتعامل مع مواطنينا. الشعب الأردني شعب رائع وشعب ذكي وقادر على تمييز الغث من السمين، ويجب أن نصارحه بكل الحقائق ونقدمه المعلومة من مصدرها الأساس، وإن شاء الله تبقى هذا الأسلوب وهذا النهج هو ديدن هذه الحكومة، لأننا نؤكد دائما أن الحقيقة يجب أن تصل إلى المواطن، والمواطن جدير بمعرفة الحقيقة بكل تفاصيلها وبدون أي مواربة، وكان هذا فعلا هو النهج الذي ساد خلال هذه الأزمة. معالي أبو غسان. نعم سيدي. يعني أنت فارس من فرسان هذا الوطن في كل المواقع. في أنا من عقود، وأنا قريب منك وأنا أعرفك وأجاهر مفتخرا بهذه المودة التي تربطنا. أقول أنك أنت فارس من فرسان هذا الوطن، وأنت كنت صورة لما يريده الوطن، وصورة تحمل أخلاق القائد، أخلاق الهاشميين. هذه الإطلالة
الواثقة الطيبة المتواضعة القريبة من قلوب الناس ومن عقولهم. نحن نفخر بأنه إعلامنا يعني فيك نموذج لهذا الإعلام، إعلام الوطن. هذه الإطلالة اللي تفضلت فيها أختي وزميلتي الدكتورة باسمة، هذه إطلالة كانت مريحة وكانت منتظرة، وأنتم كنتم على قدر المسؤولية. يعني هذا النموذج العبقري في التعاطي مع هذا الوباء يجسد أنه هذا الأردن هو في عبقرية. بالسلم إحنا كنا ناجحين، بالحرب كنا ناجحين، وبالوباء حتى حولنا هذا الوباء إلى مظهر من مظاهر الثقة، ثقة الوطن. فأضفتم إلى مجد الوطن إنجازا. الله يسعد عمرك وخليك وخلي لك أولادك وخلي تحياتنا للوالد والوالدة اللي بارك الله فيك. هذه ومع دعواتنا الله يطول عمره وخلينا إياك أبو غسان. أمين. شكراً لك معالي. شكراً أبونا وشكراً دكتورة باسمة. الله يسعدك. دائماً ألتفي بالأفراح. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. كل عام بخير. شكراً. على صعيد متصل، فقد اقتصرت احتفالات هذا العام على رفع الأعلام الأردنية على منازل المواطنين وإجراء عروض جوية عسكرية من قبل نشامى سلاح الجو الملكي الأردني، وانطلاق مواكب الفرح في محافظات عمان وإربد والعقبة بمشاركة آليات عسكرية وأمنية متنوعة.